اول شيء انا فرحان بزاف الحمد لله بالاهداء ديالي للبلد ديالي ميداليه ثانيه ذهبيه على التوالي في بطولات العالم. هذا انجاز الحمد لله ما جاش بالسهل، لان الحمد لله اللي كعرفتو في هذه القليله من بعيد لا من قريب، فالشغل ديال سنوات الحمد لله كيعطي الثمار ديالو الان. فالحمد لله من بعد بطوله العالم مشيت ختمت الدوري الماسي ديالي في شايمن في دوله الصين، وكان الرجع ديالي ارض الوطن اليوم. واحسن حاجه هو انني تلقيت الرساله ديال سيدنا في الباب ديال الطائره، فمره اخرى كنشكر سيدنا كنقول له شكرا بزاف على الدعم ديال الرياضه الوطنيه والدعم ديالو كذلك ليا. هذه الرساله الثالثه على التوالي الحمد لله من عنده، ودائما كنتمنى نبقى دائما عند حسن الظن ديالو وعند حسن الظن ديال جميع المغاربه ان شاء الله، ونقدم مستوى كبير ان شاء الله، ونزيد نحقق ان شاء الله نتائج ايجابيه ان شاء الله.